الفرق بين بلدان شنغن ودول الاتحاد الأوروبي. بلدان شنغن ودول الاتحاد الأوروبي بلدان أوروبية، لكن دول شنغن هي تلك الدول الأوروبية التي وقعت على اتفاقية شنغن عام 1985 في لوكسمبورغ، والتي تعمل كدولة واحدة دون مراقبة حدودية مطلوبة عند السفر داخل البلدان، ولكن لديها نفس القواعد الدولية لمراقبة الحدود. هنالك بعض الارتباك حول دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، فكلاهما يقعان تحت مفهوم الدول الأوروبية، حيث هنالك بعض الدول تتضمن كلاهما، لكن هناك بعض الفروق المميزة فيما بينهم. إذن ما هو الاتحاد الأوروبي؟ تأسس الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتعزيز السلام في القارة بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة، ويمثل الآن مجموعة من الدول الأوروبية المتحدة سياسياً واقتصادياً. تجتمع جميع بلدان الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عددها 27 دولة معاً للتعاون في بعض المسائل مثل حقوق الإنسان وسياسات الصيد والزراعة المستدامة والاتفاقيات التجارية، حيث تم إنشاء أكبر سوق اقتصادي في العالم والذي يضم أكثر من 500 مليون مستهلك. يسمح هذا السوق بحرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات والأموال بين دول الأعضاء، ويمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الحرية الكاملة للدراسة والعمل والعيش والتقاعد في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لمعرفة الفرق بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، فيوجد حالياً 26 دولة تشمل منطقة شنغن، من بينها 4 فقط ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين. وجميع تلك الدول ممتدة عبر القارة لإنشاء أكبر منطقة تسمح بحرية التنقل في العالم لتسهيل عملية تنقل الأفراد بين البلدان المشاركة. تعمل منطقة شنغن كبلد واحد خالي من الحدود الداخلية وفحوصات الجوازات، وجميعها تشترك أيضاً بنظام تأشيرة موحدة. فعند دخولك واحدة من دول شنغن سيكون لك حرية التنقل بين جميع دول المنطقة. ما الاختلاف فيما بينهما؟ الاتحاد الأوروبي يعتبر كياناً سياسياً واقتصادياً، بينما منطقة شنغن تعتبر أكبر منطقة تتسم بحرية التنقل في العالم ممتدة عبر أوروبا، حيث تجمع جميع الدول المشاركة كدولة واحدة كبرى. فبالنسبة للمواطنين الأجانب الذين ينتمون إلى خارج أوروبا، فإن السفر بتأشيرة شنغن تعني بأنهم يستطيعون السفر إلى دول منطقة شنغن، ولكن لا يستطيعون السفر إلى البلدان التي تنتمي فقط إلى الاتحاد الأوروبي والعكس أيضاً.